صباح الخير حباباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وفي صحة جيدة يا رب. تهنينا الحمد لله من الامتحانات، تهنينا من المعدلات، نرتاحوا شوية. اليوم جبتكم تدبيرتي ولا طريقتي كيفاش ندير الزيتون، كيفاش نرقد الزيتون. انا عندي كمية من الزيتون، كل واحد منقولها النوع تاع الزيتون اللي يشري، كاين انواع بزاف، كل واحد باش يفضل. هذا نورمالمون لما كذبنيش ربي يقولوا له قلب الثور. راح نبدا نشلح فيه وتشوفوا الطريقه تاعنا كيفاه نديروا له هكا بالموس، ثلاثة ولا أربعة شليحات هكا باش تدخلوا الملح هذيك وتدخلوا التتبيلة اللي نحطوها والأعشاب العطرية المنسمة تاني اللي نحطوها. هي كاينه لاباغاي جديده، آلة تحطي فيها الحبات الزيتون تخرج مشلحه، لكن انا ولفت ندير الطريقه التقليديه تماما هكا. وهنا الكميه كل واحد كيفاه، انا هنا هادو زوج كيلو ونص على حساب المقدور على حساب العائله هكا. والزيتون ثاني كل واحد طريقته في الترقات تاعو، كاين بزاف كيما كانت جداتي ربي يذكرها بالخير ان شاء الله ويطول في عمرها، ديروا في الماء زلت الفخار يجي طعم ما نحكي لكمش عليه، دوك مازال طعمه في فمي، دوك يكبر ربي يشفيها ان شاء الله ويعافيها. دوك انا هذا الكميه هذه لازم نكملها كامل وتشوفوا الخطوات الجايه معايا باذن الله. هاو الزيتون تاعي بعد ما شلحتو، شوفوا يدي كيفاه ولاو تندبوا مي، هذاك المليح هذا والزيت مليح لليدين، هذه هي العلامه تاع المراه الحره ليسونسيال. قلت بعد ما شلحتو وانا ديجا كنت غسلتو مليح كي شريتو، بيان سور لازم تغسلوه مليح. دوك واش راح ندير؟ راح نجيب السيو ولا باسينه، المهم حاجه عندها الغطاء تقفل باحكام، ونحط الزيتون فيها ونحط فيه الماء. وهذه العمليه رايحه نكررها 3 ايام قبل لا نبدا نحط له الرند والقارص والحوايج الاخرين. لازم 3 ايام نبدلوا له الماء، خليكم معايا. هنا الزيتون تاعي رايحه نفرغه بسم الله بورت مونجي هكا، وراح نجيب ماء الحنفية عادي من الحنفية بسم الله، ونفرغ حتى يتغطى الزيتون تاعنا. شوفوا الزيتون هذا الله يبارك ما شاء الله فيه الزيت، هذا هو اجود انواع الزيتون. نحاولي بابا الله يرضى عليه ان شاء الله يجعله من اهل الجنة، نحاولي من الجنان. درك هذا رايحة نغطيه بإحكام، عفوا راني نصور فوق الطابلة ليها تتحرك. راح نغطيه ونحطه في بلاصة ما فيهاش الضوء بزاف، راح نخليه اليوم غدوة الوقت هذا الصباح راح نزيد نعاود له الماء نبدله له، ونزيد نعاود اليوم الثالث نحط له ماء جديد ونحط له القارص والرند والاعشاب العطريه والملح، وتشوفوا معايا باذن الله. مساءكم سعيد حبيباتي. هنا الزيتون تاعنا بعد ما شلحته كيما نعدت لكم وحطيته في الماء ليله كامله، رانا بدلته راح نبدلوا الماء لليوم الاول للمره الاولى، يعني راح ندير العمليه قدامكم بسم الله. نجيب حاجه نفرغ فيها، عفوا نجيب الكسكاس ونفرغ فيه بسم الله بسم الله. نعاود نردو
عاود نوضو عادي ونعمرو هذا نسيحو قولي هنا زوج حبات نسيح الماء هذا ونجيب ماء عادي راح نحط له الماء عادي كما قلت لكم نجيب الحنفية حتى يتعمر مليح ويتغطى هكا نعاود نغلق عليه مليح ونوضو في بلاصة كما قلت لكم ما فيهاش الضو ما يقيسهاش الضو بزاف وما تقيسها الشمس ونكملو بإذن الله. هنا قلنا لازم الماء نبدلوه له ثلاث خبرات عفوا سامحوني درك انا نغطيه ونكملوا باذن الله مع بعضنا. صباح الخير عليكم حبيباتي وجمعه سعيده على الجميع مشتركاتي الغاليات. صليوا على الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم بعد ما فاتوا 3 ايام تاع الزيتون وبدلت الماء في كل خطره رايحه نحط له الملح والاعشاب اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم. هاو الزيتون تاعي كيفاه. بسم الله راح نحط له زوج حبات تاع القارص قصيتهم دي غوندال وعلى فكره قلت لكم جداتي الله يذكرها بالخير ويشفيها ان شاء الله ويعافيها كانت تحطوه في المازل مش الفخار تاع الطين يجي واحد البنه تسخف. حط له اوراق الرمد هنا قلت عندي زوج كيلو ونص تاع الزيتون كل كيلو خنحط له ربع مغارف تقريبا. بسم الله هذا نزيد الملح جاب 8 نكملوا العدد زوج مغارف تاع ملح شوفوا الشكل تاعو يشهي الله يبارك ما شاء الله. درك مدة تما باه يطيب ما نقدروش نحددوها نخليوه مدة سمانة 10 ايام سا ديبا 15 كل زيتون والمدة تاعو راح نخلقو بإحكام. هنا اللي عندها بلارة مليحة ولا سيو يكون مليح تحط فيه اللي ما عندهاش دير بورت مونجي. نتمنى نكون فدتكم في الطريقة تاعنا في ترقيد الزيتون. ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير وان شاء الله تشوفوا معايا كي يوجد راح نديره لكم في سلطة ولا كش حاجة. دمتم في رعاية الله وحفظه.